أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الطلاب الكرام، أيها الطالبات الكريمات، تقبل الله جل جلاله منا ومنكم هذه الليالي المباركات وهذه الهمة في طلب العلم، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات والاستقامة. الأمر اللي دائما مذكر فيه إخواني أنه دائما نكل اللي شفناه عبر سنين، سبحان الله، أنه دائما طلب العلم للوهلة الأولى بيجي على كتير ناس، بعدين اللي بيطلب الأخير إقلال، فبصير في دائما غربلة، بصير في دائما تصفي، وبصير في دائما يعني هيك اشتباء. فكيف تطلب من الله عز وجل أنه يعطيك النفس الطويل تستقيم حتى تتخرج؟ فالله وفقنا وإياكم مستقيم على طريق العلم، طلب العلم، حتى نلقى الله ونحن طلاب، دعاة طلبة علم، دعاة طلبة علم. حطوا ببالكم هذه من أعظم أسباب القبولية، إنك تكون داعي إلى الله وطالب للعلم، هو الأعلى مقامين في الإسلام. يلا، تكلمنا الأسبوع الماضي عن المسح، أحكام المسح على الخفين وما يدور حولهما من أمور، وقلنا أن مدة المسح للمقيم هي، ويبدأ وقت المسح يا يوسف من الحدث، ومدة المسح للمسافر، ومدة المسح للمسافر 3 أيام، وإذا انتهى الوقت، إذا انتهت 24 ساعة وهو قد مسح الخفين، فشو بنعمل يا ابن مجيد؟ يخلع ويغسل قدميه. طيب يا رب، بسم الله، نبدأ إن شاء الله تعالى في باب التيمم. نحن يا إخواني بعد تقريبا بدنا درسين بس منكون وصلنا لباب الصلاة، بس نوصل للصلاة في عنا امتحان إن شاء الله بكل ما مضى، ماشي؟ فبدنا نجهز حالنا من هلأ ونكون مجهزين حالنا، نراجع مكة إن شاء الله. الامتحان باللي مضى بس إن شاء الله تعالى، كتاب الطهارة كامل، يعني الوضوء والغسل والتيمم والمسح الخف والنجسات وهيك، لأنه هو الأساس، ضبطنيهم بيبنى عليهم بعدين لقدام إن شاء الله. يلا، اليوم لازم نخلص التيمم كامل إن شاء الله، وممكن نبدأ بالنجاسات أو نأخر النجاسات للمرة القادمة. بسم الله، من يقرأ؟ يلا يوسف، قرأت المرة الماضية أنت؟ لسه ما قرأت المرة، جيب الميكروفون وابدأ. يلا مرة تانية ماهر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. خليه قريب من تمك عشان نسمع النساء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف أبي شجاع رضي الله عنه ونفعنا الله بعلمه، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين. لا، أنا سمعتك قلت يقول المصنف أبي شجاع، ليه؟ أسميته إيه، بس ما هو إذا كان فاعل زي ما أنت قلت شو بكون؟ أبو يرفع بالواو، وإذا كان منصوب بالألف أبا شجاع، وإذا كان مجرور بالياء أبي شجاع. فيقول المصنف، نعم، يعني شو بكون؟ فاعل. شو بكون؟ أبو شجاع. أنت قرأت وراء الملقب بأبي شجاع، صح؟ نعم. فهد الباشو حرف جر، فحورته لاسم مجرور فصار أبي شجاع. فأنت إذا نقلت بدك تشوف شو موقع بالجملة،
ما بتنقلها مثل ما هي. لو كان محمد مثلا أو اسم لا ينصرف ممكن ننقلها، بس بما أنه اسم منصرف بينصرف يعني، فانقلها وشوف موقعها بالجملة وين، وحسب موقعها بالجملة اعربها. فإذا قلت التقيت بأبي شجاع، رأيت أبا شجاع مفعول به، قال أبو شجاع مفاعل، قال المصنف أبو شجاع. نعم، قال المصنف أبو شجاع رضي الله عنه ونفعنا الله بعلمه في الدارين في باب أو في فصل التيمم. وشرائط التيمم خمسة أشياء. قبل ما نحكي عن شرائط التيمم، شو يعني التيمم؟ في أنشودة بقول فيها المنشد يمم نحو المدينة ترى الأنوار، شو قصده؟ أحسنت. فإذا شو يعني التيمم؟ لا شو يعني كلمة تيمم لغة؟ القصد. القصد، قصد شو؟ قال علماء التيمم هو قصد التراب الطاهر من الأرض بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة، تمام؟ وهو بدل عن الوضوء. قصد التراب الطاهر من الأرض وإيصاله إلى الوجه واليدين بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة. يمم نحو المدينة يعني يا قاصد المدينة هيك. فإذا التيمم قصد التراب لاستخدامه في إيصاله إلى الوجه واليدين. طيب شو جزاك الله خير، شو سبب أو كيف يعني كيف نزل التيمم على الأمة، أو كيف أبيح الأمة التيمم، كيف شرع التيمم؟ أحسنت. كان في قصة باختصار، كانت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام وضيعت العقد لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب من الجيش يبحث عن عقد. شوف تخيل الجيش عم يفتش على العقد لعائشة، أم الوقت عم بمر والصحابي عم يشربوا من الماء، وأبو بكر زعل قال لبنته يعني انت شو عم تعمل عشان العقد لك مأخرة كل الجيش، ما عاش فينا نتوضى ولا نشرب مي. فالمهم ضل النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين قاموا بس قاموا طلع العقد تحت أو طوروا قبل ما يقوموا فانقطع الماء. شو بده يعملوا؟ ماشي معه ماء يتوضوا منه، فيش غير ماء للشرب. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بآية، شو هي الآية؟ نعم، شو أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا الصعيد الطيب وخذوا منه التراب، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر آية. فنزلت الآية فسيدنا أسامة بقول هي ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر على الأمة. تخيلوا يعني كانت قصة عائشة سبب أنه نحن إلى قيام الساعة نتنعم بعذر برخصة شرعية اسمها رخصة. قديش تيمم بريحنا أحيانا بكتير مسائل، بس تكون مرضى تعبانين مجروحين محروقين نسأل الله العفو والعافية والسلامة، مسافرين ما لقينا مي، قديش التيمم بريحنا. فالتيمم سبب نزوله على الأمة مين؟
عائشة رضي الله عنها. هذا التيمم حتى أقدر أنا أعمله فلازم يكون في شروط، هاي الشروط إذا تحققت وتوفرت فأنا ببحلي يباح لي أن أتيمم. ما هي هذه الشروط؟ وجود العذر بسفر أو مرض. سؤال، إذا طلعت على طرابلس فيك تتيمم؟ يعتبر سفر لأنه فوق 80 كيلومتر. طيب اعتبرنا سفر يا سيدي مش طرابلس، طلعنا على أمريكا فيني أتيمم؟ طب هو عم بقول لك وجود عذر بالسفر، بلكي الانقطاع المسببات تاعت الوضوء. ها يعني بشرط فقد الماء. هذا الكلام ما ليش نحن دائما نقوله للشباب، ما فيك تروح تجيب كتاب من المكتب وتقراه وتقعد تفهم انت الفقه منه، لانه اذا بتقرا بتعمل شيخك الكتاب شو بتصير تقول لي شيخ أنا تيممت كيف كنت رايحة طرابلس؟ طب ليه؟ إلا أني قرأت أنا بكتاب أنه وجود عذر من سفر، لأنك قرأته لحالك الكتاب بدون شيخ، ففهمت أنه السفر مبيح للعذر اللي هو التيمم، ولكن المقصود بذلك مع السفر فقد الماء. وقال له لا، لو سفرنا لكل دول العالم وكان السفر بده معنا يومين وثلاثة بالطيارة فيني أتيمم؟ لا. قال ذكر على سبيل التغليب، غالب السفر طبعا مش بزماننا، بزمانهم غالب السفر غالب من يسافر يصاب بفقد الماء، بالحاجة للماء، فسمي ذلك من باب التغليب، أي وجود العذر بسفر أو شو أو مرض. شو هو المرض اللي يبيح التيمم؟ هلا أنا معي، أسأل الله أن يعافيني ويعافي كل مريض، قولوا أمين، معي ديسك، فهل فيني أتيمم؟ شو المرض اللي كان اللي يباح فيه التيمم؟ ثلث الإجابة. بدي جواب علمي. نفس ما قال. فإذا الماء المرض اللي بيبيح للتيمم، قلت أنت يا أحمد هو المرض الذي إذا استخدمت معه الماء زاد المرض. هاي واحد. اثنين، تقييد علمي عم بحكينا. تحقق الموت، مرض مميت، يعني إذا الدكتور قال لك إذا أنت بتجيب مي على هذا الجرح بيلتهب وبتموت أو ذهب منفعة. ثلاثة، زيادة الألم. أربعة، تأخر البرء. شو يعني البرء؟ يعني قال لك هذا الجرح إذا بتتركه أسبوع بلا مي بطيب بأسبوع، إذا بتضلك تجيب عليه مي بضله شهر ما بطيب. فأنت بتقول خي ما بدي، أنا بدي دلني أتوضى وجيب عليه مي مش فارقة معي. لا، نقول لك ما بصح. فالماء الذي يزيد المرض أو يؤخر البرء أو يسبب الموت أو يسبب تلف عضو من أعضاء الجسم، فهذه الحالات كلها تبيح التيمم. فإذا ليس كل مرض، إنما المرض الذي فيه هذه القيود. نعم. ودخول وقت الصلاة. شو يعني دخول وقت الصلاة؟ كيف يعني؟ يعني أنا هلأ تيممت لصلاة الظهر وصليت الظهر، رجع أذن العصر، فيني صلي؟ شو لازم أعمل؟ فإذا التيمم ليس مثل الوضوء. ليه؟ لأنه أنت إذا توضيت فيك تصلي بوضوء واحد خمس صلوات وعشرة حسب أنت إذا بتمسك وضوءك، أما إذا تيممت فلا تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء إلا، لا كلمة صلاة واحدة مش دقيقة، فرضا واحدا، وتستطيع أن تصلي في هذا الوقت ما شئت من النوافل، مفهوم؟ فأستطيع أن أصلي بتيمم واحد فرضا. هو اللي حقول أنه حيجي فيه الأسئلة تركات عشان بس يكونوا أنتوا مركزين، واللي ألمه بإيده بيضبط بيسجل بيحفظ. فإذا بستطيع أنا بالتيمم صلي فرض واحد وصلي عدة نوافل، بس ما فيني صلي فرضين بتيمم واحد. ليه؟ شو العلّة؟
طبعا يبني. ليش بدي أنا عيد التيمم؟ نعم تفضل أحسنت. فإذن التيمم يا إخواني في الله هو لا يحل مكان الوضوء، إنما هو لأجل الضرورة، فلذلك تتجدد الضرورة. هاي واحد. اثنين، ليش ما فيني ضلني فيه أنا من صلاة لصلاة؟ لأني قد أفقد السبب الذي أباح لي التيمم. يعني أنا مريض، أمطبط، أنا مسافر مش ملاقي مي، قمت لقيت مي، وقس على ذلك. فإذا الأسباب اللي أباحت لي التيمم إن وجدت أو اختفت، فأستطيع بعد ذلك أن أتيمم. فلذلك لا يتيمم إلا لكل صلاة. نعم. وتعذر استعماله، وطلب الماء. تعذر استعمال شو؟ قبله فيه وطلب الماء. أوه هاي مهمة، طلب الماء. شو يعني طلب الماء؟ فمهند الصبح قال له يا أبو محمود بدي أتحمم، قام ضوى المي، الحج مش مضوي الأظان كيني، تمام؟ قام طلع فيش مي سخنة، مي متلجي، والعاصفة برا شغالة، إذا بتحمم مي باردة بده يتأذى. شو بنقول له؟ شفت كيف؟ كلكم بتقول نفس الشيء. أحسنت. طلب الماء. ما فيك أنت تكون قاعد بمحل وما تلاقي في ماء تطلب تتيمم، بدك تطلب الماء. طب إديه الشيخ بنزل على كل صيدلة؟ قال بالمحيط اللي حولك، قدروا بعض العلماء 100 متر 150 متر، يعني بنايتين ثلاثة بالشارع اللي أنا فيه، ماشي؟ طبعا هلأ بهالأيام ما بدول يطلب ماء، يقولوا قوم ضوي الغاز وحط الطنجرة على الغاز وسخن ماء، مش بدو تفيق الجيران بالليل. بس عم نضرب مثال إنه المكان اللي بتكون فيه إذا فقدت فيه الماء أو فقدت فيه صفة الماء اللي ما بتأذيك، فلازم تطلب الماء بالمحيط اللي حولك. يعني إذا نقطعت الماء بهلالية كل جيراني بالحي ما عندهم ماء بتيمم، ما ضروري انزل على النجمة أو روح وادي الزينة جيب ماء المنطقة اللي أنا فيها، بس لازم أطلب الماء حتى استطيع تيمم. نعم. وتعذر استعماله. كيف تعذر استعماله؟ ممكن ببير بعيد إذا بدي أنزل فيه ممكن أعرض نفسي للموت، ممكن بمكان في حرب في قناصين، حرب شوارع وفي قناصين على البنايات، إذا بتروح أسحب مي فممكن أتقنص، أو بمكان في بقلبه سباع أو ذئاب أو حيوانات إذا بدي أوصل عليه ممكن أؤكل، أو يعني بعيد عني جدا وأعرض نفسي للخطر، أو بارد جدا، الطقس بارد زي ما ذكرنا الآن مثال. نعم. هذا فيها الدباء مفقود، وقس على ذلك. نعم. أيوة، مشقة، تعريض نفس للموت، تعريض نفس ل ممكن تعرض نفسك تنسى مالك. يمكن أنا بمكان مؤتمن على أموال عم بحرسها، إذا بتروح جيب مي وإجي يمكن تنسرق، وقص على ذلك. شوف العلماء بحطوا لك الأصل ويبنى عليه. تعذر استعماله كلمة عامة يعني يندرج تحتها الكثير من المسائل. مهم عندما يتعذر استعمال الماء يلجأ للتيمم. نعم. وإعوازه بعد الطلب. كيف يعني؟ يعني بدي أخي يمكن طلبته وجبته بس ما أدري، إحنا بسفر بدي أشرب مي، فأنا إذا بدي أستخدمه للوضوء بموت. أو معي أعزكم الله حيوان محترم. حلو، بدي حيوان محترم، مش في حيوان مش محترم. انت عم تضحكوا بس هذا اللفظ موجود بكتب الفقه. لا فعلا، لا يا شيخ خالد، شو الحيوان غير محترم عزكم الله؟ مش الكلب بالاطلاق، الكلب غير المعلم الذي يستخدم للحراسة والصيد، يسموه الكلب القعور او الخنزير. ان هذا ان وجد الماء فيمكن انت مخير، يمكنك ان تتوضأ وان مات. ولكن الحيوان، كل الحيوانات ما سوى ذلك، أن وجد الماء وأنت مخير بين أن يشرب الحيوان الماء وبين الوضوء، فتسقيه الماء وتتيمم. تمام؟ نعم. والتراب الطاهر. أيوة، التراب الطاهر. إيش التراب الطاهر؟ الشافعي قالوا
لا يمكن لك أن تتيمم إلا على التراب الطاهر. فعند الشافعي ما فيك زي ما بفكر كثير من الناس تضرب على الحياة، بقول له للمريض بالمستشفى ضرب ضربتين على الحياة وخلاص مسح وجهك وإيديك، ولا على المخدة ولا على الشرشف ولا على الحاف ولا على الفرشة ولا على السجادة، من أمي كلها بتتيمم لا ففتاوى، ولا على الشباك ولا على شيء، ولا على البلاط ولا على البطون، بده يكون تراب. تمام، بدك تأتي بتراب، وهذا التراب ما يكون مخلوط بشيء، مش تراب مع جفصين، تراب مع يعني أشياء أخرى، بده يكون تراب، هذا التراب الذي تستطيع أن تتيمم به. ماشي. طبعا في أراء منها من مذهب أربعة، منها خارج المذهب أربعة، واستعبت في ذلك، بس إحنا الأصل نلتزم. لا تراب تراب بس، تيمموا صعيدا طيبا أي ما يصعد على وجه الأرض من التراب. نعم. والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. شو الجص؟ زي جفصين يعني. لم يجز أو لم يجز؟ لم يجز أي لم يجز التيمم به. يم يجزي، فيك تقول يجزي ويجز أو لا بأس، أو يجزو يجز. نعم. وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه. النية فرائض الوضوء زي فرائض الصلاة، عفوا زي فرائض فرائض التيمم زي فرائض الوضوء، منها النية، لأنك أنت لو كنت بأي مكان وضربت إيدك على التراب ومسحت وجهك وإيدك ما بصح منك التيمم، لأنه بعض الناس أحيانا بس تأكل بحط إيده على التراب وبمسح إيده بتراب حتى يروح منه الزيت، فهذا لو عمل هيك رجع حط إيده على وجهه فما منقول له أنت تيممت، لأنك أنت ما عامل نية. النية لابد أن تكون قبل ضرب اليدين على التراب، ولابد أن تكون النية عند مسح الوجه وعند مسح اليدين. نعم. ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. قبل مسح الوجه قلنا، فإذا عندنا النية، بعدين عندنا مسح الوجه كامل مثل الطريقة التي نمسح فيها نغسل فيها الوجه مع الوضوء، والضربة الثانية هي مسح اليدين مع المرفقين، يعني نفس الطريقة التي تغسل فيها اليدين بالوضوء تغسل تمسح فيها اليدين مع المرفقين. فإذا صار في عندي نية، ضرب الأرض بالتراب، مسح الوجه، ضرب الأرض بالتراب، مسح اليدين مع المرفقين. ويوجد رأي أنه ضربة واحدة عند النود ضربتين جفصين. نعم. وسننه ثلاثة، والترتيب يعني لو ضربت التراب ومسحت إيديك قبل وجهك ما بصح، لازم يكون في ترتيب: ضرب، مسح وجه، مسح يدين. نعم. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، قلنا التسمية بسم الله، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين، كمان نفس الشيء الوجه، تقديم أعلى الوجه على أسفل الوجه، لأنه نحن بس نتوضى ونمسك الماء ونبدأ من فوق من أعلى إلى أسفل، فنفس الأمر بكون بالنسبة لمسح الوجه. نعم. مرة واحدة. والموالات، شو يعني الموالات قلنا؟ موالات يعني أن تكون أن يكون مسح الأعضاء وراء بعضها البعض ما نتأخر فيها. نعم. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. من السنن كمان أنك أنت تنزع الخاتم، إذا في خاتم بإيدك أنك تنزع الخاتم بحيث يوصل التراب إلى المكان المغطى من الخاتم. نعم. ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير والذي يبطل الوضوء ثلاثة أشياء. واحد، ما يبطل الوضوء، شو هي الأشياء تبطل الوضوء؟ شو هي الأشياء تبطل الوضوء؟ خروج شيء من إحدى السبيلين، لمس العورة، نوم، شو على غير هيك متمكن، شو الماء، الإغماء يعني زوال العقل، لمس المرأة أجنبية، شو بعد فيه؟ لا، الدم نجس بس ما بينقض الوضوء.
النوم ألا. فإذا قلنا مس العورة. فإذا كل المبطلات للوضوء هي مبطلات لشو؟ اللي بيتيمم ويقوم بنفس الأمر الذي يبطل وضوءه فيبطل تيممه. نعم. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. شو يعني رؤية الماء في غير وقت الصلاة؟ كيف بينتقد التيمم إذا رأى الماء؟ لمين عم بيتكلموه؟ بعرف المتيمم بس أي متيمم من اللي فقد المي. صح أحسنت. مش اللي شايف المي بس مش قادر يستخدمه، لأنه اللي شايف المي وما قادر يستخدمه لو رأى الماء ما في يستخدمه بعده. فإذا وجود الماء أو رؤية الماء لمن طلبها فلم يجدها، سمع صوت حنفية ها نزلت المي، روح نشوف والله نزلت المي، فهذه الماء تبطل التيمم. هذا إذا كان مش عم بصلي قبل الصلاة. أما إذا صلى وانتهى من الصلاة فلا يعيد. نعم. والردة. أيوة. بخلاف شو محمد؟ بخلاف الوضوء. مش أنت قلت لي إنه الكفر؟ ركز. مش أنت قلت لي الكفر؟ الكفر أنت قلت إنه هو مبطلات الوضوء. شو قلت لك أنا؟ بلا قلت لك لا. التيمم إذا كفر الإنسان يبطل تيممه. ففي فرق بين الوضوء والتيمم. فلو شو كيف التصوير الحالي؟ فلو كان إنسان مسلم توضأ فإجى اتخانق مع حدا عصب والعياذ بالله كفر، أم رجع قالوا له اتق الله وتوب إلى الله، أم رجع تشاهد وفات على الجامع بده يصلي، قالوا له توضأ رجع؟ لا، لأنه ما أصابه حدث. أما بالنسبة للمتيمم، المتيمم قالوا طب ليش بروح تيمم؟ طب هو ما راح ما عمل شيء من مبطلات الوضوء. قال لأن التيمم رخصة ولا يستحق هذه الرخصة من كفر بالله، فتسقط عنه يتيمم مرة أخرى. معلوم؟ مفهوم؟ نعم تفضل. ما بيرفع حدث. أول شيء شو هي الجنابة؟ حدث أكبر. ما بيرفع حدث إنما يبيح. أنا ما فيني أقرب على الصلاة إذا أنا محدث. طب بدي أجيب مي لأرفع الحدث، ما في مي. قال بقول لي الشرع استخدم الوضوء هلأ وقتي عبال ما تلاقي مي. طب بيرفع الحدث؟ لا ما بيرفع الحدث، بس بخليك تصلي، يبيح لك الصلاة. عشان هيك في رأي مثلا عند الشافعية بالمطولات مكتوب إنه اللي بيتيمم عشان شيء معين ما في يعمل شيء تاني. لا، اللي بيتيمم عشان شيء معين ما في يعمل شيء تاني. لا، لو لا مي بيبطل تيمم قلنا. يلا. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم. يو هذه عند الشافعية خطيرة. أصعب شيء عند الشافعية أنا لقيته هذا الموضوع. صاحب الجبائر من هو يا إخواني؟ اللي مجبر إيده. الجبيرة في الجمع اسمها جبائر. فإذا أنت كنت كسرت إيدك ورحت جبرت إيدك بدي توضى شيخ شو بعمل؟ فالشافعي بقول لك بتغسل كل أعضاء الوضوء وبتمسح على الجبيرة إذا كنت حاططها على وضوء، وبترجع بتتيمم زيادة عن الوضوء عن المكان اللي ما وصل الماء. يعني أعضاء الوضوء لازم يوصل للماء، فما وصل للماء بسبب وجود الجبائر، فبتتيمم عن العضو اللي ما وصل له الماء. فهم؟ يعني التيمم حالات. في حالة بالتيمم أنك أنت بتتيمم عن كل أعضاء وضوءك إذا مش قادر تتوضى. طب إذا قادر تتوضى بس في عضو ما قادر وصل له ماء، فبقول لك هذا العضو بتتيمم عنه. وهذه مسألة مهمة بتصيبنا كلنا سواء جبيرة ولا سواء لافف شيء عليه ولا سواء مجروح ولا محروق ولا أي شيء. عند السادة الشافعية أنه كل عضو من أعضاء الوضوء ما وصل له الماء بتتيمم عنه، بس مش ما بتغسل كل الأعضاء وبتتيمم بتقول أنا مريض إيدي مجبرة ما بدي أتوضى. لا، بتتوضى والعضو اللي ما غسلته بتتيمم عنه. نعم. التيمم عن أبيح الصلاة من أجل العضو الذي لم أغسله. ما
ما فيش إلا نية ملفوظة يعني خلاص نويت التيمم والله يعلم ما قصدك. نعم لا التيمم ما خصه بالأقدام، لا التيمم بس بالوجه واليدين. لا سؤال كتير مهم، كتير كتير مهم، حاول السؤال عشان يسمعوا النساء. كسر إيدي أنا، نسأل الله العفو والعافية، بس أضرب مثال يعني إن شاء الله متنكسر بإذن الله. فعم بتيم عم بتوضأ، غسلت وجهي. هعطيكم هيك السؤال زي اللي بيجي بالاختبار، هيك ممكن تجيبه أجب بصح أو خطأ. إجا أكس من الناس كسر إيده، بدأ بالوضوء، اتوضأ، غسل وجهه، غسل إيده اليمين، بعدين مسح رأسه وغسل إجره اليمين وغسل إجره الشمال، وبعدين تيمم. ليه تيمم؟ لأنه في عنده إيد ما وصل للماء، مكسورة إيده شمال. وفي عندي واحد تاني كمان أكس من الناس انكسرت إيده شمال، قام غسل وجهه وغسل إيده اليمين ووقف، اتيمم، رجع غسل مسح راسه، رجع غسل إجره اليمين وإجره الشمال. أيهما وضوءه صحيح؟ الاثنين وضوء صحيح، ولا واحد منهم وضوء صحيح، ولا اثنين وضوء خطأ؟ لما مع التعليل؟ الاثنين وضوء صحيح، لما؟ تاني خالف. نعم ليه؟ نعم نعم تفضل. انا قلت لك حالتين، اي وحده منهم صح اي وحده غلط، الثانيه الصحيحه. نعم مين عنده بعد؟ اللي قاله احمد هو الصحيح. الاول وضوءه باطل. ليه؟ لأنه ترك إيد عليها حدث وانتقل لراسه وإجريه غسلن. كيف أنت انتقلت لإجريك وفي عندك إيد شمال فيها حدث؟ كان لازم يمسح عليها ويوقف الوضوء، يتيمم، يرجع يكمل غسله، يكمل وضوءه. لأنه أنت إذا تركت عضو من أعضاء جسمك وانتقلت لعضو تاني عند الشافعية ما بصح. ليه؟ لأنك خلفت الترتيب. فأنت لازم العضو المكسور أو المجبور أو المجبر توقف عنده، تتيمم، ترجع بتكمل. ما بتيمم، بتيمم عادي، وتيمم عادي تمسح وجهك وإيدك بالتراب. أيوة تفضل. أنا فيني أشرب واسمع بس للعلم يعني. تفضل. سلامتك، سلامة ستك يا طالب طهور. نعم أنت قلت أنا عم بدوس معها الفرقان ومفتي مفتي، يلا خليني أجاوبها لستي، ما أجي الحال، روح ضبطي مع ستك. شو قلت لك؟ رجع عندي شو السؤال؟ تحب لستك اشتغلت ها؟ كيف يعني؟ كيف مثلا كيف مسحت عليها؟ هي لابسه شيء ولا مسحت عليها؟ مجبر اجرى. ايه ما هو هلا احنا بدنا نسال سؤال، هل هي حطت الاجبار وكانت موضاي؟ شوف هلا انا حاقول لك الفتوى عند مذهب الشافعي، بس برجع بقول لك شو تقول لستك على جنب، حاقول لك شو الفتوى عند المذهب الشافعي. الفتوى عند المذهب الشافعي انك تقول لستك بتوضي يا حبيبتي وضوء كامل، بس توصل اللي عند اجرك بتتيممي، بكونوا حاطين لجاط بقلبه تراب، ولا ست بتعملي هيك تمسحي وجهك وايديكي وبترجع بتكملي وضوءك وبيمشي الحال. ماشي، هيك الفتوى عند المذهب الشافعي، وهيك بتكون اريح للراس وابرأ للذمه واقرب للسنه. وجه وإيديه. طب ما في تيمم نص أصلاً،
هو التيمم وجودين بس. نعم. عفوا نرجع لي. ايه بس هو بلش بشمال. يعني اذا كانت الاجر المكسورة يمين، اذا الاجر المكسورة شمال ما بأثر ساعتها، خلص خلص كل وضوءه وبيتيمم بكون خلصنا. بتنشف سيدي، ماشي دبر لما نشف الحجي. نعم. شو رأيكم نحن بعدلنا فقرة كلمتين منخلصها ومناخد باب الأسئلة، وبدكم نكمل نجاسات منكمل نجاسات منكمل. عندنا فصل النجاسات الأسبوع الجاي، بعدين عندنا الحيض والاستحاضة والنفاس، خلاص خليهم للأسبوع القادم إن شاء الله واللي بعده، يعني أسبوعين وراء بعضهم، ومن الأسبوع الثالث بكون أول شباط نعمل امتحان إن شاء الله. احنا اليوم هلا خمسة، يعني آخر أسبوع بشهر، بس خلينا نكمل هيدا وبفتح باب الأسئلة. طيب بعدين نكمل. ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. نعم. ويتيمم لكل فريضة. حكينا قلنا أنه كل فريضة بده يتيمم لإله، وما في يصلي معه فريضة تانية. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يا سلام، كلام واضح ومفهوم. يلا تفضلوا إخوة وأخوات اللي عنده سؤال تفضل. تفضل يا اسكندر، عسكر أنت من اسكندر. نعم. عدلي شوي إيه. ما فيش تيمم اسمه بس إيد، التيمم من الوجه واليدين. نعم. التيمم هو مبيح للصلاة، هو مكان، يعني هو يحل مكان شيء. بعرف خص شو خص تيمم بالإجر، ليش اللي عزك الله خرج منه بول أو غائط أم مسح وجه وإيديه، شو خص الوجه والإيدين بالغائط؟ هذا حكم شرعي، عرفت؟ مش ضروري الأمور ترتبط عقليا ببعضها البعض. نعم. نعم، يمسح عليها ويتيمم. ايه طبعا. نعم. بده يتيمم لكل وقت صلاة. سؤال مهم، سؤال كتير مهم. في عنا بأحكام الماء في شيء اسمه ماء شو؟ المستعمل. شو الماء المستعمل؟ هو الماء الذي توضأ به أحد قبلي فرفع به حدث. سؤال، هل يوجد شيء اسمه تراب مستعمل؟ التراب مستعمل موجود. التراب المستعمل هو التراب اللي أنت ضربت بإيدك فيه ومسحت وجهك، ضربت بإيدك ومسحت إيديك ورجعت كتيته بنفس المحل، ورجعت مرة تانية ضربت فيه. أما إذا أنت ضربت وقع من إيدك شوي، رجعت مسحته وكتيته من برا، فهذا التراب اللي بقي فيك تمسح فيه مرة تانية. عرفت معلوم؟ لا إذا ضربت وإيديك فوق وما بأثر. حتى بتذكر بعض الفقهاء عشان ما تعور حالك بتراب، بتضرب إيديك بتراب وبتعمل هيك بتكتن، يعني مش هيك يروح التراب بالكامل، بتخلي بقايا بس شيء بسيط، بس بتكت التراب وبتمسح. وضعها على طهر بيتيمم، ما في يمسح عليها لأنه هي من بدل. نعم. حرق، جرح، كسر، أي شيء نفس الحكم كله. يا لطيف رجع لي. في طبعا حتى الإنسان ممكن يساعد في الوضوء. هل عنده شيء؟ أخواتنا عندهم شيء؟ أحسنت
أحسنت. هذا اللي قلته من شوي بس أنا ما أحب فوتكم بالتفاصيل كلها. في بعض الآراء عند السادة الشافعية وهذه فيها خلاف يعني, إنه إذا الإنسان تيمم لشيء فبيجوز له يعمل بس هذا الشيء, لأنك أنت ما توضيت, أنت أباحت لنفسك تعمل شيء. فأنا توضيت تيممت بنية بيح لنفسي صلي, فأنا بس فيني صلي. أما إذا بدي أقرأ قرآن بدي تيمم خاص للصلاة للقرآن وقص على ذلك. هي هون النظيفة يا أبو محمود بارك الله فيك, موجودة يا مولانا. نعم, فإحنا خروجا من الخلاف منجدد التيمم. بس في آراء بتقول إنه بالتيمم الواحد فيك تعمل عدة شغلات طالما بنفس الوقت. نعم. ما بيحط تراب عليه, معذور, بيمم بس إيده. نعم نعم, توضى وتيمم ولبس الخفين وانتقد وضوءه, بيمسح الخفين, بيمسح الخفين, بيمشي الحال. نعم, بعد في عندنا شيء؟ طيب تفضل. ما بأسر 100%. بيمسح بعدين بيتيمم, صحيح. أحسن. لا مش لا يصح يعني, من باب الأولى, لأنه بعده نفس العضو. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.